وقت قريب كان يعيش في قرية من قرى لامانشا. لأواد ذكر اسمها شريف من أليان ذوي الرماح المستودعات والدروة القادمة والجياد الأويلة وكلاب الصيف على الدقة. القدر في المطبخ يألف لحم البقر الخشن أكثر من لحم الدقن الطري ومسقعة من لحم البقر المفروم بالملح والخل والبصل في المعظم الليالي وذلك مع أيكة بالبيض وحلويات أيام السبت وألعات أيام الجمعة وأفراخ يمام فوق ما سبق أيام الأحد. كان هذا الطعام يستهلك 3/4 دخل والباقي كان يستهلك في ملابس من عباءة وسراويل قطيفة لأيام الأعياد بجانب بالتوفي المستخدم في نفس الغرض. أما باقي أيام الأسبوع فكان يتباهى بثوبه الرقيق الحاشية وكان عنده أمه ربة بيت في بيته تجاوزت 40 وابنة أخت لم تبلغ 20 وصبي خادم في البيت والغيط ويعد له الحصان بركوب ويهدب الأشجار. يقارب عمر شريف العين 50 طبيعته جارفة جاف الجسم يابس الوجه ممن يسهرون الليالي ويعشقون الصيد ويودون القول إنه كان يكنى باسم كيخادة أو كيسادة. وفي هذا بعض الخلاف بين المؤلفين الذين يكتبون عنه لكن مع الاحتمالات التي يفتحها التكهن يمكن أن يترك للفهم إنه كان يسمى كيخانة. لا يهم، على العموم ذلك في الكثير أو في القليل حكايتنا، فخلال قصها لن تخرج أبدا عن مجرى الحقيقة. ومن ثم هل تعرف أن العين السالفة الذكر خلال أوقات فراغ وهي تشغل معظم أيام السنة كان يكرس نفسه لقراءة كتب الفروشية بكل مزاج واستهواء، حتى أنه نسى ممارسة الصيد من كل اتجاه، كما نسى إدارة أملاكه وبلغ تشوقه وهوسه في هذا الكثير لدرجة أنه باع كثيرا من القراريط من أرض البذر كي يشتري كتب الفروشية التي يقرأها، وهكذا أحضر إلى بيته أكبر قدر استطاع الحصول عليه منها. لم يبدي له من بينها أفضل من تلك الكتب التي ألفها فيلسيانو دي سيلفا الكاتب المشهور بسبب نصاعة نثره وتشابك حججه التي تشبه الجواهر. وأكثر من ذلك عندما يصل إلى قراءة تلك الحكايات الحركات للكر والفر وخطابات التحدي أو حيث كان يوجد مكتوبا في صفحات كثيرة عقل دون العقل الذي يسير العقل بي حتى أن العقل مني يضعف، فمن العقل أن أشكو حلاوتكم أيها المحبوب. وأيضا عندما كان يقرأ السماوات السامية لسماوياتكم سماويا مع النجوم تضع قلاع سماك وتجعلك جديرا بالجدارة التي بها عظمتكم جديرة. لهذه الأسباب فقد الفارس البائس عقله وكان يسهر الليالي لفهم تلك العبارات وتفريغ ما في أحشائها من معنى. ما كان لأرسطو نفسه من سبيل لتفريغه وفهمه حتى لو بعث خصيصا من أجل ذلك، ولم تطب نفسه بجروح كان يصاب بها دون بليانس ويصيب بها الآخرين، لأنه كان يتخيل أن الأطباء الذين كانوا يشفون جراحه مهما كانوا أعظم الأساتذة في الطب فإنهم لن يتركوا جسمه إلا مليئا بالندوب والعلامات. لكن مع كل هذا كان يحمد لمؤلف القصة الوعد مع تلك المغامرة التي لا تنتهي بمواصلة سردها بعد هذا الكتاب حتى النهاية. وفي مرات كثيرة كان يمر على خاطره الرغبة في الإمساك بالريشة وكتابتها كما لو كان الكاتب نفسه يكتبها حسب وعده، ومما لا شك فيه أنه كان قادرا على ذلك في إنجاز. لو لم تعفي تفكير كبرى ومستمر فقد دخل في المناظرات عدة مرات مع قسيس قريته. كان رجل علامة خرج من جويمعة سيبونيسيا حول من هو الفارس الأفضل بلمرين إنجلترا أم أماديس لليوم. لكن الأسطى نيكولاس حلاق نفس القرية كان يقول إن أي فارس لا يعدل بالفيبو، وإذا كان أحد يمكن مكرمته به فهو دون جوال شقيق أماديس دي جولة، إنه توفرت فيه مستقر كل الشروط لكل شيء، فلم يكن فارسا متصنع الدلال ولا كثير البكاء مثل أخيه
وفيما يتعلق بالجسارة فلم يكن قط في مؤخر قوله. وفي كلمة قاطعة عبأ نفسه في قراءته تعبئة حتى كانت تمر عليه لياليه من الصباح حتى الصباح، وأيامه من الغسق إلى الشفق دون توقف عن القراءة، وهكذا من قلة النوم وكثرة القراءة جف منه المخ حتى إنه مضى يوم يفقد التمييز وامتلأ بفانتازية كل ما كان يقرأ في الكتب من سحر المشاجرات والمعارك والمبارزات والجروح والمغازلات وقصص الغرام والعواصف والهزيان المستحيل. بهذه الطريقة استقر في خياله أنها حقيقة كل تلك الآلة لهذه الطنطنة التي هي من صنع الأحلام، وهذا اللون من مخترعات ما يقرأ، حتى إنه بالنسبة له لم تكن هناك تواريخ أكثر يقينا في العالم إلا ما يقرأه في تلك الكتب. وكان يقول أن السيد رويدياس كان فارسا ممتازا، ولكنه لم يبلغ مرتبة الفارس ذي السيف المحمي الذي بضربة واحدة شطر ماردين متوحشين في هول، وكان هواه مع برناردو دي الكاربيو، لأنه في روسنفال قتل رودان المسحور كما قدر صنعة هيركل عندما خنق أنتيو ابن إله الأرض بين ذراعيه، وكان يتحدث عن محاسن المارد مورجانتي. فمع كونه من ذلك الجيل من العمالقة الذين كانوا جميعا في غاية البذاءة والجفاء، خرج وحده بشوشا حسن التربية، لكن فوق الجميع كان حسن الظن في رينالدوس دي مونتالبان، وخاصة عندما سرق في مغامرة بحرية صنما لمحمد كان كله من الذهب حسبما تقول الرواية، ولله درة حينما عاون ببعض الركلات للخائن جلالون ولخادمته بل لابنة أخيه باعتبارها صدقة. بالفعل بعقل فقد التمييز أخذ في الولوج إلى أكثر أنواع التفكير غرابة مما لم يفعل مجنون في العالم قط من قبل، وظهر له أنه من المناسب والضروري لرفع شأن شرفه وخدمة جمهورية أفلاطونيته أن يصير فارسا مشاء ويذهب إلى كل مكان في العالم بأسلحته وجواده بحثا عن المغامرات، وممارسة كل ذلك الذي سبق له قراءته مما يمارسه المشاؤون، كاشفا كل نوع من أنواع الدر، ملقيا بنفسه في الأحداث والمخاطر، إذا عندما ينفض منها سوف يقبل في المقابل الاسم الخالد والشهرة. كان يتخيل المسكين بأنه قد تم تتويجه للقيمة التي يمثلها ذراع على الأقل ملكا في إمبراطورية ترابيسوندا، وهكذا بتلك التفاكير اللذيذة وغارقا في الانبساط الذي يحسه فيها أسرع إلى تحويل ما كان يرغب فيه إلى فعل، وأول ما فعل كان تنظيف أسلحة تركها أجداد أجداده مهملة صادئة لقرون طويلة في أحد الأركان، نظفها وعدل فيها بأفضل ما استطاع، لكنه رأى نقصا عظيما حيث لم تكن تضم خوذة بتطريزها كاملا، لكن نفخ من فمه فيها الروح، فبورق من الكرتون صنع نوعا ما نصف خوذة أعلى ولبسه بالخوذة القديمة فبدت مثل خوذة كاملة. وفي الحقيقة حتى يثبت أنها كانت قوية ويمكنها الثبات في المخاطر أمام ضربات السيوف، أخرج سيفه وضربها ضربتين، وفي أول ضربة في لحظة ضاع جهد أسبوع مما فعل في إصلاحها، ولم يترك نفسه تيأس للسهولة التي طاحت بها في نثار، ولكي يؤمن نفسه من هذا الخطر عاد لعملها من جديد وأضاف إليها من الداخل بعض قضبان من الحديد، وبهذه الطريقة أمسى راضياً عن قوة مقاومتها دون الرغبة في إعادة التجربة عليها، وفوضها لحماية رأسه ورأى فيها خوذة أكثر من دقيقة الصنع كاملة. عند ذلك ذهب للبحث عن جواده، ومع أنه كان منحولاً في أصالة الشعر المنحول ومبقعاً مثل شطران جواد المهرج الإيطالي كونييلا ويطل عظمه من جلده، إلا أنه بدا له أن لا جواد الإسكندر الأكبر المسمى بوسيبيلا
أو جواد البطل الملحمي السيد يتساويان به. مرت عليه 4 أيام وهو يفكر أي اسم يطلقه عليه، لأنه طبقا لما كان يقول لنفسه لا يوجد سبب أن يكون جواد فارس بهذه الشهرة والامتياز مثله بدون اسم معروف. وهكذا سعى إلى أن يستقر على اسم له يعلن عن حال الحصان من قبل. ومن بعد أن غير صاحبه وصار لفارس ما شاء، وهذا ما صار هو إليه. ومن ثم أصبح معقولا جدا بعد أن غير سيده حاله أن يغير أيضا من اسمه لينال المكان المشهور والدوي كما يتناسب مع النظام الجديد والممارسة الجديدة التي التحق بها هذا الصاحب. وهكذا بعد الأسماء الكثيرة التي صنعها وشطبها وهجرها وأضافها وتخلص منها، أعاد بناءها في ذاكرته وخياله، وفي النهاية وصل إلى تسميته روسينانتي، اسم في نظره رنان شديد الإيقاع كبير المغزى، يتضمن ما كان عليه من قبل روثين وما هو عليه حاله الآن، أول روثين بين كل روثينات العالم. منتهيا من وضع اسم على تمام مزاجه لجواده، أحب أن يضع اسما لنفسه، وفي التفكير بهذا أمضى 8 أيام، وفي النهاية وصل إلى تسمية نفسه دون كيخوتي. وهذا الاسم الجديد كيخوتي دون شك، وكما سبق القول، وراء ترجيح مؤلفي هذه القصة الحقيقية لاسمه القديم كيخادا على الاسم كيسادا. لكن متذكرين الجسور أماديس لم يكتفي بتسمية نفسه أماديس دون زخرفة، بل أضاف اسم مملكته ووطنه وسمي أماديس دي جولة. هكذا أحب بوصفه فارسا رفيع المقام أن يضيف إلى اسمه، فتسمى دون كيخوتي دي لامانسا. وبهذا فيما يرى كان يعلن على الملأ سلسله ووطنه، ويكرم هذا الوطن بأن يأخذ منه بقية اسمه. بعد أن تم له تنظيف أسلحته وتحويل نصف الخوزة إلى خوزة وإعطاء اسم للحصان ولنفسه، وصل إلى فهمه أنه لم يعد ينقصه شيء إلا سيدة يقع في غرامها، لأن الفارس المشاء دون غراميات يكون كشجرة من غير أوراق ومن غير ثمر وجسما من غير روح. كان يقول لنفسه: أنا لو لسوء آسامي أو لحسن ظني لو ألتقي هناك بأحد المردة كما يحدث عادة للفرسان المشائين، فأوقعه مهزوما في مبارزة، أو أشق جسمه إلى شطرين، أو في النهاية أتغلب عليه وأجعله يستسلم لي. ليس معنى ذلك أنني أمتلك رسولا أبعثه متعمدا مني كي يدخل ويسجد على ركبتيه أمام سيدتي الحلوة ليقول لها بصوت مستسلم ومتواضع: أنا يا سيدتي كاراكول يامرو سيد جزيرة ماليندرانيا، من هزمه في معركة فريدة الفارس المحمود الفناء كما لم يثنى على فارس قط دون كيخوتي دي لامانشا، الذي أرسلني كي أقدم نفسي أمام سماحتكم حتى أكون في خدمة عظمتكم طبقا لما شئتم. كم انبسطت أسارير فارسنا عندما أنهى هذا الخطاب، وأكثر عندما وجد من يمنحها اسم سيدته. وطبقا لما يظنونه كانت تعيش في قرية قريبة من قريته صبية تفلح الأرض ذات حسن وبهاء قد وقع في غرامها بعض الوقت، وحسب فهمه هي لم تعرف بحبه لها قط ولم تتذوق له طعما. كانت تسمى ألدونثا لورينثو، وقد حلي له أن يعطيها لقب سيدة أفكاره وصانعا لها اسما لا يبتعد كثيرا عن اسمها، يرنو إلى اسم أميرة أو سيدة عظيمة، ويبلغه إذ سماها دولفينيا ديل توبوسو لأنها كانت من أهل توبوسو، اسم حسب رؤياه موسيقي سريع الذيوع له مغزى ككل اسم وضعه لنفسه ولكل أشيائه.